السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ احنا هنا في مول صدناوي النهارده، وعنده عروض كتيره، عند فور بيد عنده عروض كتيره كتيره جدا. يعني اللي محتاج يعمل اوضه ويفرشها هيجي هنا، هياخد كل حاجه خاصه بغرفه النوم سواء اطفال او كبار. تعالوا نشوف العروض معانا والاسعار. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ايه، حابه اعرف العروض بتاعتكم النهارده. نبدا تمام. واحنا حاليا عندنا خصم 10% على المفروشات، تمام، وعندنا خصم 15% على المراتب، تمام. لو هنتكلم عن المفروشات، فاحنا عندنا الحيفه بتاعت السراير الكبيره، هنقول انها زي دي كده بالظبط كده. شفتوا الوانها وجمالها؟ بجد يعني زي الطقم ده تحفه بجد، يعني عجبني جدا، فظيع، شكله جميل، وفي الفرشه هيبقى رائع، والبنيات برضو حلوه قوي. هنقول ان هي بتبتدي عندنا من 430 تمام لحد 805. ده في العروض، متوسط الاسعار. تمام. أيوة. لو هنتكلم عن السرير الصغير، فهنقول مثلا ان احنا عندنا هي بتبتدي من 335 لحد 585، اللي هم دول تقريبا الاطفال. ده حلو قوي، حلو قوي، جميل، حلو، في تشكيلة كتيرة منه. وعندنا خصم 40% على مفرش العروسة. أيوة هو ده. أيوة خامته حلوة، بالظبط كده، خامته جميلة بصراحة، يعني حلوة أوي وشيك أوي. عندهم فوط برضو. ايه نظام الفوط؟ الفوط عندنا هنا بشاكير، ثلاث قطع اللي هي بتبقى نص بشكير، واربع قطع وست قطع. هو نص بشكير، تمام. الاسعار بقى هنقول انها ممكن تتراوح ما بين 280 لحد 320 بعد الخصم. حلو جدا، اسعار حلوه قوي بصراحه، منزلين خصومات وعروض حلوه جدا، هايله. وبالنسبه كمان للمراتب، احنا عندنا حاليا عرض العروسه. عرض العروسه ده بيبقى عباره عن مرتبه متر و60، مرتبتين متر و20، مخده متر و60، مخدتين متر و20، واربع خدوديات. كل ده والسعر مفاجاه 4000 بعد الفصل. حلو جدا جدا، وارتفاع يعني 26. يعني هتفرش العروسه اوضه النوم بتاعتها بحاجه بسيطه. بالظبط، حلوه جدا، ما شاء الله، اسعاركم حلوه جدا وهايله. والكنب عندكم حلو قوي ما شاء الله، وذوقه عالي، فبجد حلو. بتروح سعره من 3400 لحد 6. شايفين بصراحه يعني الخامه نفسها، حتى الخامه بتاعه التنجيد بتاعتهم ما شاء الله عليها جميله، شايفين يعني جامده، مش الحاجات التعبانه، التغليفات اللي هي تنجيد الكنب اي حاجه، لا لا. حتى هنا بالنسبه للحفه، بصوا الوانها، بصوا الوانها جميله ازاي، اهو فور بيد، اهو بصوا، شايفين. فبصراحه النهارده يعني مول صدناوي اساسا في حاجات كتيره، وده اللي عجبني بجد، يعني حلوة قوي قوي قوي. فرشه في السرير هيبقى رائع، هيبقى جميل قوي معاكم. وعندهم برضو هنا اهي، ده مفرش عروسة، مفرش للسرير اهو، وفي منه انواع واشكال. في هنا كمان المراتب، هو ده عرض العروسة اهو، شايفين يعني الارتفاعات اللي انتوا عايزينها من المراتب، شايفين. عندهم الوان جميله مودرن، الوان الكنب هنا حلوه، وخامتها وجودتها عاليه على فكره، يعني شايفين الخدديات دي فشكلها جميل، الوانها طالعه موضه اساسا. وهنا تدريجات الالوان للي عايز الكنب، اعتقد اللي عايز الالوان دي بتعملوها، شايفين يعني كل الالوان اللي انتم شايفينها دي الوان جديده، اللي هي الالوان التركي والالوان الهاديه والبوستاج والحاجات دي، فحلوه قوي. وهنا مفارش السرير والمخدات، فمخداتهم قطن حلوه.